اختفاء 5124 علبة فيلم فيها أفلام، 5124 علبة فيلم من الأفلام المحفوظة في ثلاجة حفظ الأفلام بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية. كمان فجر الحكيم مفاجأة بذهاب لجنة برئاسة المهندس محمد أبو سعد رئيس الشركة القابضة للاستثمار في الشركات في المجالات الثقافية والسينمائية، واثنين من أعضائها بينهما الفنان الكبير حسين فهمي والمسؤول عن دور العرض بالشركة لإجراء معاينة لثلاث من أشهر دور العرض السينمائي بمصر الجديدة: روكسي، الحمرة، نورماندي، تمهيدا لهدمها وبيع أرضها وتحويلها إلى مولات. لأن أنتوا عارفين المولات قليلة عندنا في مصر، وعندنا كلها محلات وكشاك كده، فعايزين نعمل مولات، غرق البلد مولات، فهد السينما والأرض تجيب فلوس كتير ونبني مول ونبقى نعمل فيه سينما، بس يبقى مول، فندور على أماكن ركن وعلى الزحام وعلى غيره ونبيع. دولة مستهلكة، ده ما عادش في شارع في مصر ما فيهوش مول. على عموم المقال مليء بالمعلومات لمن يهمه الأمر. خلونا نسمع ونفهم من الكاتب الكبير الأستاذ أيمن الحكيم. مساء الخير يا أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ خيري. زي حضرتك. ربنا يخليك، افتقدناك في دار الأوبرا في حفلة محمد فوزي الأخيرة. أنا كان نفسي أكون موجود بس كان عندي هوا. الأستاذ علي حجار كان متجلي كالعادة. أنا شفت الحفلة كانت حلوة قوي بس حظي كان وحش جدا. تتعوض يعني إن شاء الله. بإذن الله تتعوض. إيه حكاية الأفلام؟ يعني ايه المصيبه اللي بتكلمنا فيها؟ يعني اشرح للناس يعني ايه اختفاء 5124 علبه افلام. بص يا استاذ خيري، السينما المصريه الحقيقه يعني مش عايز اقول لك تحتضر، يعني السينما المصريه دي في وجداننا كلنا. استاذ خيري انا سافرت مع يعني او شفت الاستاذ عادل امام وهم بيستقبلوه في لبنان والمغرب وسوريا. استقبال للسينما المصريه مش لعادل امام. عادل امام كان في المغرب، ربنا يطمننا عليه دايما، في ساحة الفن انت عارفها في مراكش، كانت جموع بشر لا يمكن ان تراها احتفالا بوجوده بس عشان يطلع على المسرح يشوفوه. دي محبة للسينما المصرية، اللهجة المصرية في كل العالم العربي مفهومة، ويعني والحقيقة يعني عاملة لنا شعبية في كل حتة. السينما المصرية الحقيقة يعني كانت مسيطرة على العالم العربي، وانا الحقيقة مش عايز استخدم كلمة او لفظ القوة الناعمة لانه تم ابتزاله الحقيقة. ايوه صحيح. دي صناعة استراتيجية الحقيقة وصناعة وطنية، السينما المصرية دي حاجة عظيمة جدا. احنا اعرق سينما في الشرق كله. أيوة. يعني الحقيقة يعني احنا مش هنناقش الموضوع ده، فلما نوصل للحال ان احنا الوضع دلوقتي عيد الفطر اللي فاتت، موسم عيد الفطر ده من اهم المواسم في بين المنتجين وشركات الانتاج، وفي اربع افلام. يعني الحقيقه لا، في حاجه انا كاتب في المقال ان 68 بعد شهور من نكسه يوليو، النكسه دي كانت يعني محنه لكل الناس طبعا. كان السينما المصريه انتجت 40 فيلم في عز الظروف القاسيه والمؤلمه، ولا وافلام كبيره، اتكلم في قنديل ام هاشم والبوسطجي والرجل الذي فقد ظله وارض النفاق، افلام كبيره وافلام مهمه، لانه أيوة. كانت الدوله عارفه قيمه السينما ولازم تستمر مهما كانت الظروف. فايه اللي حصل دلوقتي؟ أيوة. السينمات تتباع، الاستوديوهات بتتحرق وهتتباع، مفيش حاجه دلوقتي. الافلام الحقيقه مستواها هزيل، يعني انا مش عايز اتكلم عن زملاء بس الافلام الموجوده في السينما مش هي دي السينما المصريه. صحيح. مش هي دي، ففي ازمه. يعني انا عايز اقول لك يعني نتفق الاول تشخيص ان في ازمه. دي في ازمه على مستوى الصناعه. كل طبعا. حاجه بكل حاجه. تعال نشوف بقى مخزوننا. انا ما بتهمش حد الحقيقه، انا عايز اشوف مين المسؤول وليه وصلنا للوضع ده وازاي نخرج من الورطه اللي احنا فيها. طيب كلمني الاول عن المخزون بتاعنا، التاريخ. السينما كانت لفتره طويله تبع لشركه مصر للصوت والضوء، ده كان تبع شركه قطاع الاعمال. ايوه. والاصول اللي فيها يعني رجعت لوزاره الثقافه، المجلس يعني والشركه القابضه الجديده اللي هي المسؤوله عن السينما دلوقتي. ايوه. احنا بنتكلم في اصول مهمه جدا، استوديوهات وسينمات، في 24 سينما. انا واحد من الناس انا بحب اروح اشوف الافلام الجديده في السينمات اللي بتخصص البلد. يعني انا في سينما ديانه دي طبعا. يعني عايز طب بالمناسبه بقى، سينما ديانه معروضه للبيع ب 11 مليون. سينما ديانه 11 مليون ايه؟ 11 مليون جنيه يا راجل. ده في مكان لو فتحت فيها كشك هيجيبك اكتر من 11 مليون. سينما ديانه 2000 متر.
في المكان اللي هو فيه دي يعني اسال اي سمسار قول له المتر هناك في سينما ديانا بكام؟ ايوه كان في 100 مليون فبتتباع ب 11 ونبيعها ليه اصلا؟ انا لا سؤال ليه نبيع؟ ليه نبيع 24 سينما من اجمل ما يمكن ومن افخم ما يمكن وكانت بتكسب؟ مين اللي خربها ووصلها ان احنا بقت جدران يعني قويه على عروشها وعايزين يبقوها ارض؟ فدي كلها اسئله مشروعه الحقيقه. انا بقول لك لا اتهم حد ما بتهمش حد بس عايز افهم ليه وصلنا كلنا كده؟ عايزين نفهم. فالحقيقه لا حضرتك يعني الحقيقه طرحت يعني حل عظيم جدا. الدكتوره دورين شرف الدين انا الحقيقه لا اخاطب احد وزاره الثقافه الحقيقه اللي احنا يئسنا من الموضوع ده. الدكتوره دوريه اولا الدكتوره دورين شرف الدين سينمائيه عظيمه جدا طبعا دكتوراه في السينما شركه رئيسه الرقابه وبتعمل اهم لسنين طويله اهم برنامج سينمائي في التلفزيون المصري طبعا نادي السينما والاهم ان هي رئيس لجنه الثقافه والاعلام في مجلس النواب واعتقد ان هي من الوطنيه والغير عن السينما المصريه ان هي تتدخل وتشوف الكارثه اللي احنا فيها. السينما المصريه رايحه فين؟ يعني هي هل نهايه السينما المصريه العظيمه دي ان هي تتباع وتتحول مولات؟ طيب يعني ده جزء يعني جزء علب الافلام المفقوده يا استاذ ايمن. الرقم خضني بس يعني والله وانا كمان هل 5124 علبه فيلم يعني فيلم يعني العلب مش موجوده فهل الافلام موجوده ما حدش يعرف. ده مش اتهام بس انا نفسي مثلا صديقنا العزيز الدكتور خالد عبد الجليل يطلع ينفي والله العظيم هكون سعيد طبعا يعني انا هكون سعيد لو طلع نفى قال لك لا ما حصلش. من حقنا ان احنا نسال على الاصول دي ازاي بعد كل السنين دي ما عندناش ارشيف قومي للسينما المصريه. ارشيف قومي ده يعني حاجه بديهيه جدا احنا دوله يعني عمر السينما فيها اكتر من 100 سنه ازاي ما عندناش ارشيف للسينما؟ انت لو دلوقتي انا عايز اقول لك طب سؤال بين قوسين كده فين فيلم الموميا لسيد عبد السلام اللي هو اترمم ب ب ب ب ب يعني فلوس كتير ايوه فين الفيلم؟ اختفى؟ والله انا بسال فين فيلم الموميا؟ ايه افلام يعني تاني بتشك انها اختفت او بتسال عنها؟ والله انا بقول لك ما فيش ارشيف اصلا دي عشان تقول مفيش ارشيف عشان نعرف ايه اللي اتفقد خالص يعني ما فيش يعني ما تيجي مثلا تدور على افلام. انا عايز اقول لحضرتك والله انا حزنت كنت بدور على فيلم لحد صديق الحقيقه في معهد السينما ارشيف معهد السينما يعني كل سنه بيعملوا افلام التخرج وفي مخرجين كبار جدا عملوا افلام تخرج احنا كنا بنسال على فيلم لمخرج فيلم تخرج ما فيش يعني لسه هي بيفكروا يعني يعملوا يعني ينظموا المخازن معهد السينما. طب الحقيقه طب الحاجات اللي ضايعه دي على حساب مين؟ انا ثقفت جدا الاستاذ خالد عبد الجليل رد عليك لما كتبت هذا المقال والله المهم. اتمنى والله الدكتور خالد يطلع احنا انا يعني الحقيقه الدكتور خالد يعني شخص عزيز وانا عارف ان هو بيشتغل يعني بس هو المسؤول بس هو متولي مجموعه مناصب ملف السينما بقاله 10 سنين في ايده كيف يمكن لخالد عبد الجليل العزيز وهو شخص محترم جدا طبعا ان يشغل منصب مستشار وزير الثقافه لشؤون السينما رئيس النقابه على المصنفات الفنيه المشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة عضو اللجنة العليا لتراث مصر السينمائي عضو غرفة صناعة السينما رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات السينمائية المسؤول عن تطوير السينما المصرية منذ عام 2011 وإقامة متاحف للتراث السينمائي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية عضو اللجنة العليا للمهرجانات والفنون المتصرف في شؤون المركز القومي للسينما ومهرجان الإسماعيلي للأفلام التسجيلية والله لو عدوهم ليضيع اليوم والله ربنا يزيده بس أنا نفسنا السينما تقوم على رجليها هتقوم يعني أنا إزاي والله ما عندي. هو هيقدر يعمل ده كله إزاي يعني أنا الحقيقة مثلا استغربت مثلا بعد حريق يعني استوديو الأهرام ايه القرار اللي لغايه دلوقتي الحقيقه الدنيا غامضه ما حدش عارف ايه بس هل القرار ان احنا تروح تصور في استوديو الاهرام تاخد معاك عربيه مطافي ده شرط عشان تصور هناك هل ده الحل؟ طب ليه الاستوديو ما فيهوش عربيه مطافي دايما والناس تدفع نسب للتامين عادي جدا؟ ما فيش من 2011 ما فيش صيانه ما فيش اللي هي بتاع الحريق ده ما فيش حاجه خالص في الاستوديو والتامين هل التامين ما قامش ودفع؟ لا ما بتدفعش وبالمناسبه ما بتدفعش قصات التامين من 4 سنين تقريبا ما بتدفعش وبالمناسبه ما فيش تعويض على الحريق لان شركه التامين مش هتدفع والكارثه كمان حوالي في 60 شقه اتضررت بس دول كان مجلس الوزراء اعلن انه هيعوضهم وهيجدهم يعني مبالغ يسكنوا لحد ما يرمم الشقه دي بالكامل طبعا
طيب يعني دي كلها خسائر على البلد كلها. طيب نعم. وبعدين استوديو مصر فين؟ فين استوديو جلال؟ فين استوديو نحاس؟ انت اكيد فاكر ان في حاجه اسمها استوديو جلال، في استوديو نحاس طبعا. فين الاستوديوهات دي؟ فين؟ قول لي مصيرها ايه؟ طب هو انا مندهش جدا، احنا في وقت عندنا الشركه المتحده بذله جهد كبير في فكره الايمان خلينا نستخدم تعبير القوى الناعمه هذه المره، من خلال الدراما انتجوا اعمال كبيره بيفكروا بشكل كويس للمستقبل. طيب هل يجب السينما نقول كمان محتاجين واحنا ليه الدوله ما تدخلش في الانتاج؟ يعني انا برضو والله عايز اقول لك والله العظيم السينما صناعه مربحه جدا طبعا، يعني ما فيش حد بيخسر في الانتاج السينمائي، ما حدش بيخسر. فالدوله ليه ما تدخلش تاني؟ وحكايه الناس اللي قاعده تهاجم مؤسسه السينما وتجربه مؤسسه، بالعكس مؤسسه السينما دي انتجت اجمل واهم افلام السينما المصريه، الدوله كانت عارفه قيمه السينما وبتنتج. فانا يعني انا والله معاك جدا، الدوله لازم تدخل زي ما دخلت في الدراما وعملت يعني الانجازات الاخيره دي، ليه ما تدخلش تاني؟ وبالمناسبه الدوله كلها يعني عندها احترام وتقدير للسينما. انا ما انساش منظر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيستقبل الفنانه فاتن حمامه طبعا، كان يعني طاير بيها وسعيد بيها، لا والتقى يعني بالفنانين وقعد معاهم من قبل. انا مش 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 يعني مش ناسي مشهد وهو الحقيقه محتفي بفاتن حمامه، لانه احتفاء بالفن المصري كله. طب وبعدين كان راس الدوله محتفي بالفن ومقدر الفن ومقدر السينما، طب ليه الدوله ما تبداش تنقذ هذه الصناعه العظيمه جدا؟ انا عايز اقول لك والله العظيم احنا عايشين على حس السينما المصريه في العالم العربي، الناس بتحب نجومنا جدا، بتحب والله حافظين افلامنا. يعني فانا مش فاهم الحقيقه، دي صناعه محتاجه دعم من الدوله. على العموم انت بمقالك يعني ضربت مسمار في نعش اهمال او فساد او معلومات ناقصه، واحنا بدورنا بنكمل معاك وبنطرح القضيه امام اولي الامر وامام وزاره الثقافه وامام السيد رئيس الوزراء، لعل يكون هذا الإنذار مبكر ونستطيع أن نلحق للحفاظ على ما لدينا ونبني عليه للمستقبل. أشكرك أستاذ خير والله على يعني دعمك. بشكرك جدا يا أستاذ أيمن، وأحييك، أنت دائما صاحب قلم رشيق وحاد.